استر يا رب، ايه اللي حصل وفي ايه؟ تعالى اقول لك انا ايه اللي بيحصل وبنعمل ايه. يلا بينا. ناس كتير افتكرت ان انا ما بقاش بشتغل حراسه، ولكن يا جماعه هو بس اللي يرجع ورا شويه ويتعب نفسه يخش على اليوتيوب هيلاقي في فيديوهات حراسه كتيره. تعالوا نرجع بقى بس بشكل جديد وشرح للموضوع وشغل بنفسي بقى. يعني الناس كتير ابتدت تتضايق ان انا ما بنزلش الشغل بنفسي، فقلت ارجع لكم كده ايه اعرفكم ان انا لسه ما عجزتش. معانا كان بروك النهارده، عنده قد ايه؟ عنده سنه. هنخش الاول هنتست الكلب، هنشوف الكلب قدراته ايه، هل هو بيخاف ما بيخافش، عنده لا مبالاه، عنده مشاكل سلوكيه ولا لا، وبعد كده نبتدي نشوف هنشتغل مع الكلب ازاي. اهم حاجه في تدريب الحراسه ان انت تعرف تشخص الكلب صح، وتعرف اذا كان الكلب هينفع يشتغل ولا لا، لان مش اي كلب ينفع تدريب حراسه، ولكن اي كلب ينفع. طبعا زي ما انت شفته كده هو قلق من الاداه بتاعه الكرباك، ولكن الازازه كان بيهوهو شويه، فاول لما ابتدى يشتغل ابتدي تجري واهرب منه عشان ابين له ان انا اضعف منه. بعد كده ببتدي ان انا اتسلل واحسسه ان انا حرامي ولازم ابقى بالجنب، ما بقاش بالعرض عشان مساحه جسمي ما تبقاش كبيره بالنسبه له ويقلق. واول لما ابتدى ان هو يهوهو ويشتغل لازم بتبتدي ان هي حركتي بتكون متتاليه، ولازم ان انا اهرب في كل مره عشان ابين له الضعف بتاعي. وزي ما انتوا شايفين ابتدى يهوه ويتحرك. مهم جدا ان انت تكون خفيف وتعرف تقرا البادي لانجوج بتاعت الكلب كويس عشان تبتدي تطلع كويس وتشتغل صح. ودي نتيجه اللي كانت اخر الحصه لما الكلب ابتدى ان هو يحط. تعالوا نشوف. بعد الشغل والتعب والتيشيرت اتبل من كتر العرق، الحمد لله زي ما انتوا شايفين كده الكلب بقى بيطلع منطلق وعنده ثقه في نفسه. وزي ما انتوا شايفين انا طلعت اجري وصاحب الكلب طلع يجري ورايا، والحمد لله ربنا ستر. كنت بقول يا رب نفسي ما يشحرش عشان انا بقالي فتره كبيره ما اشتغلتش الشغل حراسه. وزي ما انتوا شايفين كده البادي لانجوج بتاعت الكلب واثق في نفسه 100%، فارد نفسه ديله مفرود وعايز يصطاد ويعض ومتمكن بسم الله ما شاء الله عليه من رد الفعل اللي انتوا شايفينه، بيتنطط معايا يمين وشمال ومش خايف من الكرباك وعايز يتقدم ويطلع ويعض. والله اكبر عليه زي ما انتم شايفين عض وابتدى يشد يمين وشمال. اوعى تشد لفوق وتحت عشان ممكن تاذي رقبه الكلب، ولكن زي ما انتم شايفين لما بتشد يمين وشمال بتخلي الكلب يبقى متعصب اكتر وبيغل اكتر ويشد زي ما انتم شايفين لورا عشان يمزع. طيب انت طبعا هتقولي ليه انت رابط المخده او الضج بالليش؟ عشان لما بتبقى المسافه بتاعتك ابعد من الكلب، الكلب بيتمكن من حاجه ويعض كويس اكتر، ولكن انت لو قريب وعامل زوم فوق دماغه هتلاقي الكلب قلق ومش هيعض كويس. لازم نتعلم مع بعض ولازم نركز حتى لو في شغل الحراسة. سلام. Very nice exercise.